ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الاثنين 4 نيسان ابريل 2022. ما تتبهاش بكل اموالك، خاصة على كل الاشخاص اللي حواليك، ما فيش داعي انك تتفاخر بيها قدامهم. من رزقك النهارده قادر انه يرزقهم بعد كده، فما ما تتفخرش عليهم على الفاضي، وحاول انك تبقى متواضع، ده هيبقى مفيد جدا ليك. مظهرك النهارده حسن بشكل كبير وبشكل دايم، وده طبعا هيلفت كل الانظار ليك النهارده بشكل كبير، فبنصحك انك تحاول انك تكسب قلوب الاشخاص اللي حواليك وقلوب الناس النهارده باخلاقك اللي هتبقى طيبه بشكل كبير وبشكل مناسب جدا جدا في الفتره دي. بس بنصحك انك تبتعد عن كل انواع التباهي اللي ممكن يكون بيخسرك اشخاص ممكن يكونوا ضعيفين او مش في وضعك المادي اللي انت فيه. بالنسبة ليك عاطفيا، الحب دايما بيديك قوة هتبقى كبيرة جدا جدا، فبنصحك انك ما تكبرش علشان ما تندمش بعد كده وتقول يا ريتني ما كبرت، علشان ده ممكن يكون بيلقي اخطاء كتيرة جدا جدا على حبيبك في اليوم ده، ومن خلاله هتلاقي مبررات كتيرة جدا جدا بتحفزك بشكل كبير علشان من خلالها تنهي العلاقة وتستثمر فيها اليوم ده وتتخلص من كل انواع التكبر اللي ممكن تكون بتحيطك في اليوم ده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بينتقل مارس اللي منزلك الثاني عشر في اليوم ده، وده هيعوضك عن أزمات هتبقى كتيرة جدا جدا، حتى لو كانت طارئة في الشغل هتفرض عليك كتير من الوعي علشان تتجاوزها وتتخطاها بسلاسة أكتر بسبب انتقال مارس النهاردة في يومك ده. حتى لو كانت الأزمات اللي طارئة دي هتبقى في الشغل بشكل كبير، هتفرض لي عليك حكمة في التصرف بعد كده، هتبقى بتواجه بيها كل المشاكل اللي ممكن تكون بتتعرض ليها وبتظهر ليك بشكل كبير. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، في فرصة هتبقى مناسبة جدا جدا علشان تتخلص من خلالها على كل الضغوط اللي ممكن تكون معرض ليها في الفترة دي، وهتلاقي ان كل الاشخاص اللي بيحيطوا بيك بيساعدوك بشكل كبير علشان تتخطى وتتخلص من كل الضغوط اللي ممكن تكون في طريقك النهاردة، وبتكون بتساعدك بشكل كبير وتتخلص منها وتخلص منها بشكل مناسب. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، زي ما قلنا القمر هيقضي يومه في برج الثور في الفترة دي، وهيبقى متجه لبرج الجوزاء في المساء. قمر الثور النهارده هيبقى ثابت وصبور جدا جدا، وهيعزز من خلاله محاذاة المريخ النهارده، وزحل في اليوم ده هتبقى فيه فكرة عملية ومسؤولة جدا جدا. في الواقع النهارده في اقتران حلو جدا مع كوكب زحل بالمريخ، ممكن من خلاله نوصل لحاجة اننا ناخد من خلالها قرارات او نملأ مسؤوليات، على الرغم من اننا ممكن نكون بنشعر بقيود كتيرة والتزامات كبيرة تحت التأثير ده، الا ان هيكون احساسنا النهاردة قوي بالهدف وبالتوجيه. ممكن حتى يجيلنا النهاردة اليوم ده بشكل حلو للإحساس، ممكن يكون في فحص للواقع، ممكن حتى يكون في واقعية كبيرة جدا بتخفف من حماسنا النهاردة، ممكن يكون في كتلة أو في عائق بيفرض نفسه بشكل كبير، وهيتم استدعائنا النهاردة لمهمة هتبقى فيها مقابلة لالتزامات كتيرة جدا في الفترة دي. من ناحية مثالية جدا هنمارس حكمة هتبقى أفضل لينا ونتيجة تطور كبير جدا للظروف اللي ممكن يكون بيواجهنا. هتعمل اساليبنا النهارده حتى لو كانت تقليديه بشكل افضل من الاساليب الاقل تقليديه في الفتره دي. هيكون في الوقت الحالي النهارده في شموليه هتشمل مفاجآت ومكافآت كتيره جدا جدا، علشان كده لازم نمضي فيها قدما حتى لو كان الموضوع ده بيكلفنا، حتى لو كان بيؤدي لشويه احباطات ممكن تكون بتظهر في طريقنا. الطريق حتى لو كان بطيء هو ثابت، وده طبعا افضل نهج لينا حاليا. الوقت هيبقى ممتاز علشان ننظم نفسنا ونتمسك بمشاريعنا حتى النهايه. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.